صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا، نجدد لقائنا بكم من خلال هذا البرنامج الأسري اللي من خلاله نحاول نطلع لكم دائما بمعلومات تفيد دائما المرأة أو ربة البيت بصفة عامة في شؤونها اللي تخص بيتها وأكيد شؤونها الخاصة. ومن خلال هذه الفقرة أسعد باستضافة السيدة زينب المشيه المختصة في التغذية ومراقبة الجودة، وأكيد دائما من خلال حاولونا نستفيد فيما يخص الغذاء نتاعنا. نتمنى ان دائما يكون غذاء صحي وغذاء مفيد لجسم الانسان. فمن خلال هذه الفقره كنا تطرقنا في الاسابيع الماضيه الى الاعشاب والتغذيه الصحيه فيما يخص محاربه الفيروسات، خاصه الفيروسات اللي تكثر في هذا الموسم. احنا ربما نواصلوا في نفس السياق، وحيكون حديث حول واحده من هذه الاعشاب دائما نستعملوها ونعرفوها، الا وهي الكاليتوس اللي هو يعتبر نبتة أو يعني نوع من الأشجار اللي نستعملوه. إحنا نعرفون نستعملوه خاصة فيما يتعلق بالزكام، لكن أكثر تفاصيل وأكثر فوائد راح نزيدوا نتعرفوا أكثر عليه من خلالك سيدة زينة. مرحبا وسهلا بك مرة أخرى. أهلين ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا تاع اليوم كما سبق وتطرقت اللي هي الكاليتوس ولا الأوكاليبتوس ولا كان يقولوا له الكالاتوس، يعني الأسامي تتعدد. بالنسبة فيما يخص نبتة الكاليتوس اللي هي نبتة طبية متواجدة في الجزائر ككل، متواجدة خاصة في منطقة الجفا، يعني متوفرة وموجودة إلى آخره. طبعا كما ذكرت هي نبتة طبية، فوائد تاعها معناتها بصفة عامة هي تقضي على الفيروسات والميكروبات، وكي نقول كيما هكذاك معناتها هي مطهر عام للجسم، معناتها راهي تقوي المناعة، تقضي على الفيروسات والميكروبات وبالتالي راها تقوي في المناعة تاع الجسم تاعنا. نبداو في الفوائد نتاعها. اولا هي تستخدم كأوراق او كزيت، زيت سواء زيت نباتي او زيت الاساسي نتاعها. نبداو بما انه قلنا في فصلة الشتاء ورانا في فصل الفيروسات والميكروبات الى اخره، وخاصة فيروس هذا كورونا، خاصة يعني في المرحلة الانتقالية ما بين الشتاء الى الربيع. يعني هذه المرحلة نعرفوها انها نوعا ما تكون كثيرة الاصابة بالزكام او بالفيروسات بصفة عامة. نبداو في اول منافع لنبتة الكاليتوس اللي هي المنافع نتاعها فيما يخص الجهاز التنفسي. كي نقول جهاز تنفسي معناتها راني نقصد في مشاكل التهاب الرئتين، في مشاكل الربو، كذلك في مشاكل تاع التهاب الجيوب الأنفية، كذلك تخلص من البلغم للقضاء على الزكام طبعا، احتقان الأنف إلى آخره، يعني كل ما يتعلق بمشاكل الجهاز التنفسي، لأنه هي تحتوي على واحد المادة كيميائية اللي اسمها الإيكاليبتول. هذه راهي تستخدم في الأدوية، يعني تستخدم ديجا معناتها معترف بها وإلى آخره، تستخدم في الأدوية اللي خاصة بالجيوب الأنفية يعني مستخلص من هذه النبتة. فوالا مستخلص من هذه النبتة، تستخدم في هذه الأدوية، هي تستخدم في الأدوية اللي خاصة بالأغشية المخاطية، بأمراض الربو إلى آخره، بالجيوب الأنفية لأنه هي قاتلة البكتيريا، يعني تقتل البكتيريا هذه تاع الجيوب الأنفية إلى آخره. هذه من جهة. من جهة أخرى نلقاها كذلك تستخدم في الأدوية نتاع الربو، يعني هك وهك راها متواجدة هك وهك، فهمتيها؟ هذا فيما يخص الجهاز التنفسي. هنا في هذه الحالة كيفية طريقة الاستخدام تاعها، يعني الناس اللي يكون عندهم مشاكل تاع جهاز تنفسي. احنا عرفنا يعني دائما عند كيما نقولوا نرجعوا للاستيز غومير ولا وصفات الجدات، انهم كي يشوفوا يعني البيت البيت كلهم مصابين يعني بالزكام، العادة كانت انه تحكم الاوراق تاع شجرة الكاليبتوس وتقوم تبخيرها، يعني تطبخها في الماء وتخلي ذاك الماء يكون في البيت، فتقول بالتالي باش تروح حتى ذاك الهواء تاع العدوى هذاك اللي يكون يدور في البيت. لكن اكثر تفاصيل بخرها صحيه فعلا معناتها في هذه في هذا النطاق تاع الجهاز التنفسي تاع سواء الزكام انفلونزا مشاكل الربو الجيوب الانفيه الى اخره، طايح عليك الهواء، هذا اللي يعني الامور طرق كيفيه الاستخدام في هذا المجال. اولا تحب تبخرها، تبخريها حتى على الفورني، حطي في الفورني في بلاصه هكا تعدي، يعني تحطها في كميه من الماء بلا كميه ما حطيها هكا ديريكت الاوراق، فوالا مجرد الاوراق وحدهم ديريكت، شغل تبخرها كانها بخور تحطيها هذاك، راها تبدا تطلق في الزيوت الطياره نتاعها، هي راها معروف عليها انها نبته عطريه
زيوت الطياره نتاعها كي تنتقل في الهواء راها تقتل الفيروسات وبالتالي تقتل العدوى، ما تخليش العدوى تنتقل من شخص الى شخص. احنا نعرفوا عاده بلي واحد كيكون عليه الزكام اهل الدار كامل يعني لاحقتهم الدلال واحد ورا واحد. فوالا اذا حبيتيها ما تمشيش، يعني نحكي على الفيروسات يعني فيروس كورونا، الهواء نتاعنا كما نقولوا الزكام الى اخره، يعني كل ما ينتقل عن طريق الهواء الفيروسات تكون متواجده في الهواء. بمجرد ما يعطس الواحد والله راه يخرج مجموعه من الفيروسات اللي تكون متواجده في الهواء، شخص اخر كي يتنفس والله راه يدخل مع هذيك الفيروسات وبالتالي يصاب بالعدوى. دونك حنا كيفاش نيفيتو هذه العدوى؟ نبخروها، تبخريها بطريقه تقليديه يعني تبخريها في يعني كيما يديروا بشويه فحم وتشعل وتحط الاوراق تاع تحطي الاوراق وتدوري بهم للدار تبخر لك الدار فوالا تقتل لك الفيروسات او تحطيها على الفرن. او الناس مثلا اللي عندهم احتقان تاع الانف او الجيوب الانفيه الى اخره يديروها على عمليه التبخير يعني تاع برمه تاع الماء فوالا كميه من الماء يديروا عليها الاوراق ويستنشق البخار تاعها هذاك. هذه راح تسرح له جيوب الانفيه، تسرح له مشكل تاع الزكام الى اخره، هذه المشاكل كامل، وهي قاتله للبكتيريا. احنا هذه النقطه نحوسوا عليها انها قاتله للبكتيريا قاتله للفيروسات يعني مطهره، يعني في هذه الحاله تستخدم بهذه الطريقه. يعني هذه كما نقولوا الطريقه الشائعه اللي نقدروا نستعملوا بها الاوراق او نبته الكالبتوس. فوالا لكن هل ممكن اننا نتناولوها يعني نقدروا نشربوها تيزان؟ فوالا هذه راني جايتها في نوع واحد اخرين شكون اللي يقدروا ياكلوها. هي تقدر تتكل وامنه نسبيا الى حد ما، اوراقها امنه نسبيا الى حد ما، اما الزيت نتاعها ممنوع منعا باتا شربه لانه يحتوي على تراكيز معينه من مواد كيميائيه اللي كي تدخل للجسم ممكن تكون حتى سامه، يعني تدير اعراض تسمم. هذه رانا من بعد دوكا نزيدو نفصلوا فيها. داكوغ. كذلك من الفوائد نتاعها هي محاربه حساسيه الجلد. يعني كل ما يتعلق بمشاكل الجلد، خلينا نقولوا مثلا حساسيه، حبوب، بثور، التهابات في الجلد الى اخره. في هذه الحاله كيفاش تستخدم؟ اذا كانت حساسيه خاصه بالجلد يعني جفاف البشره او حساسيه حكه نتاع الجلد يستخدم الزيت النباتي تاع الايكاليبتوس، بصح يستخدم مخفف بزيت ثاني، يعني يتم خلطه بزيت الزيتون، يعني ما يستخدمش بشكل مباشر على البشره اطلاقا، يستخدم مع زيت اخر مخفف، زيت زيتون، زيت سمسم، زيت اللوز، الحلو، ايا كان الزيت اللي يحبوا يديروه يقدروا يديروه. يعني زيت دوار نسبة متساوية النسبة مش متساوية، النسبة تكون من ربع إلى ثلث من الزيت النباتي، راني نقول الزيت النباتي، الزيت النباتي قال مثلا إذا كنا حين نديروها مثلا زيت زيتون نختاروا يعني أكثر مثلا زيت زيتون قال 4 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت النباتي من زيت الكاليبتوس مثلا زيت زيتون او الزيوت الحامله هذه اللي هي زيت زيتون زيت سمسم زيت اللوز الحلو زيت الدوار الى اخره، زعما هذو الساهلين والمتواجدين ومتوفرين اغلب متوفرين. هذا فيما يخص الحساسيه نتاع الجلد او حبوب او علم يعني اربع معالق بملعقه او 3 بملعقه يعني 3 إلى 4 هذاك يعني حلو انت من الثلث الى الربع الكميه تاعو تاخر. اذا كانت في حاجه فيما يخص الوجه يعني حبوب التهابات حساسيه حكا على مستوى الوجه مش على الجلد، هنايا تنقسم الى حاجتين. اولا ناخذه مخفف بالطريقه اللي حكينا عليها، بصح الزيوت هنا تختلف. اذا كانت البشره جافه ماذا بها تستخدم زيت اللوز زيت الزيتون او زيت اللوز الحلو. هذونا مع البشره الجافه. اذا كانت البشره دهنيه وفيها حبوب ولا حتعالج مشكل معين تستخدم الافضل لها هو زيت السمسم ولا زيت دوار الشمس، لانهم هذو ما يسكرولهاش المسامات، يعني مش يتنظف في الحبوب والبثور، بصح تستخدم في زيت اللي يزيد يسكر المسامات اللي يزيد يطلع لها حبوب يخرج يعني اكثر. هاي بشره دهنيه ما تتقبلش اي نوع تاع زيت، لازم يكون نوع من الزيت خفيف. خلينا نقولوا احنا نقولوا خفيف، بصح هي كيميائيه راه في صياغ وخد اخرى، فيها صياغ وخد اخرى، يعني يسموه الكوميدوجين تاع الزيت، يعني يسكر المسام او يستخدم مع زيت السمسم او زيت الدوار. على هذو الزيوت لانه هذو زيوت حامله، يعني لو كان تخلطي معهم اي زيت اخر راح يتقبلوا الخصائص تاعو، يتحملوا الخصائص تاعو، يتخلطوا مع زيت واحد اخر نوع، كل واحد وحده. يعني يكون كاين تركيبات يعني فيها مختلفه الزيوت، راه مش كامل كي تحطي زيت مع زيت راح يتخلطوا ويدو نو، كاينه زيوت ما تتقابلش مع بعضها. اكثر زيوت حامله واللي نقدروا نستعملوها يعني هي هذه في مزج
هي زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو او المر، زيت السمسم. لا زيت اللوز المر لا، لا. المر لا فيه خصائص خاصه، واحده اخرى قاعد ايوا بان اكثر. زيت الزيتون اذا، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم. السمسم اللي هو الجلجلان، ولا زيت دوار الشمس. دوار الشمس من زيوت المعروفة، هذا الزيوت الحاملة اللي تقدري تخلطي فيهم أي زيت آخر. هنا في هذه الحالة أنا قلنا باللي زيت الإيكاليبتوس، الزيت النباتي، يستخدم بشكل مخفف. هذا فيما يخص الدهن. كذلك في الحالات نتاع الحمى، هو معروف أنه يخفض درجة الحرارة. كذلك في حالات الحمى يقدر يستخدموا الواحد للدهن، الدهن على مستوى الجبهة. طبعا دائما راني نقول مخفف بزيت اخر، ما يستخدمش بشكل مباشر على البشرة. عجل الخصائص نتاعو شوية قوية، يعني قوية على البشرة، على البشرة. هذه على البشرة، خذي كيفاش انا نخفف فيه. اما من ناحية الشرب فهو ممنوع من عنده. هذه فيما يخص الحمى، قلنا باش يهبط واحد درجة الحمى يقدر يخفف بزيت اخر للزيوت اللي طبعا ذكرناها، ويدهن عليه على منطقة الجبهة. كذلك الحاجات اللي يديرها انه الناس اللي يكون عندها مشكل الصداع او الصداع النصفي، هو يخفف من الالم، هو لانه يدير عمليه ارتخاء للاعصاب. طبعا بنفس التقنيه تاع الدهن، زيت ويكون مخفف وتدهني به. فهمتي؟ هذه فيما يخص المشاكل، خلينا نقولوا تاع البشره الى اخره. دوكا ننتقلوا لمشاكل اخرى. كذلك هو مفيد للناس اللي يكون عندهم مشكل السكري، هو يخفض من نسبة السكري في الدم، كذلك يخفض من ضغط الدم، كذلك يعالج مشاكل القولون والغازات، ومقاوم للإسهال. حاجات أخرى كذلك اللي يديرها من الفوائد تاعو أنه يخلي الواحد يسترخي، يعني ينقص من القلق والتوتر والإجهاد، فوالا، لأنه ينشط الدورة الدموية، بالتالي ينقص من هذو. في هذه الحالة طريقة التناول تاعو كيفاش تكون؟ فوالا، هنايا نجيبوا أوراق نجفوها طبعا بعد عملية الغسل تاعها الجيد، ونجفوها. طريقة التجفيف انه ما تكونش معرضة ولا على درجة حرارة عالية، يعني ما نحطوهش ديريكتومون فوق الفورني ولا كيما احنا دوكا فوق الشتاء اوتوماتيك. هذه الطريقة اللي يخمو فيه، لا، لازم يكون طريقة التجفيف نتاعو تكون طريقة شغل انه يتعرض درجة الحرارة بشكل بطيء جدا، باه ما تفوحش الريحة نتاعو. اي نبتة حابة نجففها بطريقة صحية، نعرفو حبي لاني جففتها بطريقة صحيحة، لانه التجفيف اللي يكون مبالغ فيه يخلي النبتة تفقد زيوت الطيارة نتاعها. اذا فقدت زيوت الطيارة معناتها فقدت العلاج نتاعها. وكيفاش نفيق لها هنا؟ نشم ريحتها. اذا ريحتها فاحت معناتها هنا نعرف بلي الزيت العطري راه راح، اللي هو الزيت الاساسي، راهم يكونوا مع بعضهم كيميائيين. هنا راني فقدته، وبالتالي هنا طريقه التجفيف راني درتها طريقه خاطئه، وبالتالي يكون فقد الخاصيه العلاجيه اللي كنا احنا نستعملوا على جرحنا. غسلته جيدا، نحطه في بلاصه هكا بعيده ويكون مغطى ماذا بينا من الفوق، مش غسلناه بعضه كيزيدوا حيت عمر غبره وقت اخرى. سواء اذا كان في منطقه مشمسه ولا نكون مغطي مليح، ولا يكون شويه بعيد على الفورني هكذاك، تجفيه تعدي مغطيته. كي يتجفف بحيث انه كي تمسيه يتكسر، معناتها هذه تجفيف ما فيش. هنايا نقدر يطحن، ماذا بكم عود؟ كاين دائما الطحن جديد، لانه عمليه الطحن تكون معها هذاك الروائح. هذيك هنا راها الزيوت العطريه والزيوت الاساسيه، راها يكونوا قلت لك كيميائيا مع بعضها. اذا راحت هذيك، كل ما النبته يبرد تبرد الروائح تاعها، راها فعلا فقدت الخصائص تاعها. معناتها دائما نطحنوا جديد. هنا يقدروا يستخدموا كميه قليله جدا جدا، يعني رشه فقط، ماهيش باستخدام يومي. دائما اي الاعشاب ما فيهاش مبالغه في الاستعمال، يعني تولي حاجه موضحة. حاجه يوميه، ولا ما تدخلش بها هي بشكل يومي. دائما تكون مره على مره ندخلوها في الماكله تاعنا. وش الفوائد تاعها؟ قلنا تخفض ضغط الدم. الناس اللي يكون عندها مشكل تاع السكري ديرها بشويه، يعني راها تخفض السكر بدرجه يعني كبيره. باش نكون اكثر اوضح، كي نقولوا بشويه كيفاه يقدر يستعملها الانسان؟ يعني رشه. نعرفوا العادات والتقاليد تاع الناس، رشه، ما كانش حكايه ملعقه، ما كانش حاجه اسمها ملعقه أكل. رشه كيما رشه الملح، رشه اليوم درت في الاكل تاعو نحطها، وفي الاكل تاعها فهمتيها، في الاكل تاعها، يعني درها غدا وعشاء مثلا. لا لا لا، قال اليوم درت، قال اليوم درت هذيك، راك ديت ديجا الجورني تاعك منها، سي بون. خليني قلت لك دائما الاعشاب ما فيهاش هذاك الاستخدام المبالغ، نديرها غدا وعشاء وبعد نحبس نهارين وبعد ندخل هذاك النهار الثالث ناكلها غدا وعشوه، ونديرها مش عارف في التيزانه وفي كذا. لازم نتقيدوا بالمقياس. كذلك يمكن استخدامها منقوع، يعني تيزان. تطبخي الماء ومن بعد كي يسخن يطبخ،
نطفوا النار، نديروا هذيك مجموعه الاوراق. كي نقول مجموعه الاوراق يعني 5-7 ماشي حفنه، نغطي نخليها حتى تطلق 5 دقائق 10 دقائق يعني حتى تخرج المنقوع تاعها، وبعد تحلى وتشرب. هذه كذلك تيزانه يقدروا يديروها. كذلك عندها عده يعني وطريقه وقت الشرب نتاعها. تيزانه مره في اليوم، مره الى مرتين عادي راه تقدر تشرب يعني اكثر من رشه. باردون يعني مش كيما الرشه نديروها مره واحده. اي الرشه راها مركزه، وهنا تيزانه لا، لا تيزان يعني الاوراق، يعني رانا ندو في منقوع برك، راك ماكش تدي في الخلاصه كامله لله. أيوة. رانا ندو في املاح وفيتامينات وحوايج كيما هكا، هذا ما كان قليل فقط من الزيوت الطياره راك تدي فيها. يعني تشتدي فعاليه تنقص كي تعود فيها. فوالا ايه تنقص بصح معناتها تستفادي منه. الناس اللي كيما حكيت الامراض هذيك اللي قبيل، فوالا سكري، ضغط الدم الى اخره، مقاوم للاسهال، ليطهر الجسم كذلك من الفيروسات الى اخره. كذلك الناس اللي حابه تحضر زيت الايكاليبتوس في الدار، مجموعه من الاوراق تكون نظفتيها مليح ومجففة، ومن بعد نديروها في الزيوت الحاملة اللي ذكرناها قبل. واحد من الزيوت يعني الأرخص والمتوفر هو زيت الدوار. زيت الدوار، وندير فيه مجموعة من الأوراق ونحط عليها الزيت بحيث أنه يغطيها، يعني يفوت بمقدار 2 سنتيم ولا 3 سنتيم يفوت لهذيك النبتة فوالا، ويتغطى يتحط في مكان مظلم وفي درجة حرارة تاع مش درجة حرارة يعني باردة، وما تفوتش 50 درجة مئوية. معتدلة يعني. معتدلة مثلا إذا كانت في الصيف تقدر تلقى في بلاصة سخونة في الصيف، بصح مغطى، يعني ديري له مغطى بالألمنيوم ولا. يعني لازم يكون في مكان فعلا مظلم. مظلم. وفي حتى المكان احنا ماذا بينا نحطها في مكان ما تكونش فيه ما تطلش عليه الشمس، تكون مظلم. فوالا يكون لا لا، اذا كان غطيتيها وحبتيها تتعرض لاشعه الشمس عادي، راكي غطيتيها وحطيها تتعرض لاشعه الشمس، يعني باش تستمد هذيك الحراره، خاطرش نسحقوا حراره ما نسحقوش بروده تامه، نسحقوا الحراره باش النبته هذيك تطلق المستخلصات يعني تاعها في هذاك الزيت. نسبه من الحراره ما تفوتش 50 درجه مئويه، كي تفوت 50 درجه مئويه راه بدات تفقد في الخصائص الكيميائيه تاعها، يعني الخواص الكيميائيه تاعها تبدا تتفكك اذا فاتت 50 درجه مئويه. هذه وحده. الحاجه الزوجه، تعرض الضوء كذلك يبدا يخلي النبته تفقد الخواص تاعها. ثاني نفس الشيء يعني. لذلك تحتاج الى الظلمه وبالاضافه الى نسبه من الحراره اللي تكون معتدله. والزيوت عموما هذه الخاصيه تاعها. يعني لو كان نلاحظوا انه الزيت كي تروحي تشريه اي نوع تاع زيت تشريه في القرعه تكون صامغ، قرعه تلقيها ماغو ما تلقيهاش قرعه شفافه، على بالهم باللي الزيت يفقد الخصائص نتاعو اذا كان معرض لاشعه هكا للضوء، يفقد الخصائص. معنى هذا كعطيتينا معلومه اضافيه انه الا كنتي تشرو زيت وتكون في قرعه شفافه اكيد اني عرفوا بلي الزيت ما يتصلحش. معناتها اللي دايروا ماهوش مختص في المجال، ما على بالوش داير زيت وداير في حاجه شفافه وخلاص. الزيت دائما واي استخلاص لازم يكون بهذه القواعد طبعا. اللي هي لازم ما تعرضش للضوء، ما تعرضش للشمس، درجه الحراره معتدله، واكثر شيء نحطوها يعني لما كانش قرعه مظلمه يعني اللون تاعها يكون غامق، تكون على الاقل في يعني مغطاه بشيء اللي يخليها ما تكونش على الاقل تحس يعني انها في الظلام. فوالا المده 15 يوم 20 يوم هكذاك راها كل مره تزيد، من بعد يقدروا يبداوا يستخدموه. كما في هذه الحاله ما يخفوش، ديجا راه مخفف في زيت الدوار، يعني الخصائص تاعو هنايا راني ممكن رانا هزينا واحد 25% من الخصائص تاعو. حابه تزيدي تركزي الخصائص تاعو، بعد 15 يوم عاودي صفي هذاك النبته وعاودي ديري نبته وحده اخرى في نفس الزيت. باه تزيدي تقوي هذيك. باش تزيدي تقوي النسبه نتاعو، فهمتيها؟ هذه معناتها لو ماكس، هنا رانا ديناه مخفف، مستخلص، هنا يسموه مستخلص، ماهو زيت نباتي بصح زيت مستخلص. يعني ديجا مخفف في زيت واحد اخر. كذلك هو مفيد لالام المفاصل، دهنا يدهنوا به في الام على مستوى الالام الركبه ولا، ويكون دائما مخفف كما قلت، يدهن في الليل كي يعود راح يرقد الواحد يدفيه زين ويدهن به في الالام وين عنده الام المفاصل الى اخره، ما منح الالتهابات على المفاصل الى اخره. مليح في حاله ما اذا كاين الزيت الاساسي تاعو يوكاليبتوس، كاين الزيت الاساسي تاعو. اللي عندهم الزيت الاساسي تاعو راه يستخدم بنسبه كيما كي نقولوا زيت اساسي، هنا ندخلوها بشكل علمي، يعني ماهيش دي غوسيت شعبيه
كنا بداو نقولوا زيت اساسي ماهو زيت نباتي نتعاملوا معاه دي غوسيت الشعبيه نو هنا رانا نحكوا على دي بورسونتاج مضبوطه يعني نقدروا نقولوا حنا ندخلوا في الاختصاص الصيدلاني فوالا طبي هكذاك ايه هنايا الزيت الاساسي تاعو يستخدم بنسبه 1% او 2% كاقصى حد الزيوت الاساسيه كامل تستخدم بهذه المقدار كاقصى حد 2% مثلا اذا درت 100 غرام من زيت معين زيت حامل هو شحال لازم يدار 1 غرام الى 2 غرام ماكسيموم هنا في حالة إذا كان عندي زيت الأساسي وحبيت ألام للرأس ولا للمفاصل ولا للمفاصل إلى آخره فوالا هذه المقدار تاعو يكون هكا على عكس الزيت النباتي الآن نحكو على المحاذير يعني اللي ممنوع لهم استعمال في حالة الإكثار ولا الجرعة زائدة الجرعة اليومية تاع الإيكاليبتوس تكون زائدة واش هي الأعراض اللي راح هي أعراض تشبه أعراض التسمم يعني حرقة المعدة ألم انخفاض في درجة الحرارة لأنه هو يخفض درجة الحرارة يدير العطش الشديد دوخة غثيان إسهال إلى آخره يعني اللي كفر من الجرعة نتاعو يصرى له هذو الأمور يعرفوا بداه كفر من الجرعة لازم ينقص كذلك اللي لازم يستخدموه بحذر هما مرضى السكري لأنه ينقص بزاف من السكر يعني يهبطوا بشكل شوت دونك هنا يعرفوا كيفاش يستخدموه بطريقة عقلانية جدا وبهدوء يعني هنا نقدروا نصحهم على الاقل يشربوا منقوع مره في النهار فوالا مره في النهار او مرتين في الاسبوع الى اخره ويشوف روحه هو يشوف روحه راه كل واحد كيفاش يتفاعل معاه قال كي شربته نقص لي شويه خلاص راه يعرف ما يبداش يزيد وكاين اللي نقص له ثمثم الى اخره يعني يدرس نسبه كيفاش هبطت له السكر باه يعرف يقدر شحال راه يستخدم شحال بلا ما يبالغ فيه راه ما كانش حاجه اسمها تيزان بشكل يومي معناتها هذه باش يديرها في باله قد ما يكون مليح منش راح نستخدمه بشكل يومي كذلك اللي ممنوع عليهم هما مرضى الحساسيه او يتعاملوا معاه بطريقه عقلانيه الحساسيه يتحسوا من كلش لانه هو فيه المواد الكيميائيه تاعو تكون يعني قويه سيختو الزيت اللي يكون عندهم حساسيه ولا يحاولوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه كذلك الاطفال اللي اقل من سنتين ممنوع كذلك الاستعمال بالنسبه للنساء الحوامل والمرضعات يعني ممنوع عليهم انهم يستخدموه او يستفادوا من من كمنقوع زيت انا قلنا ممنوع ممنوع شربة ولا زيت والزيت النباتي او الزيت الاساسي يدهن برك وانا قلنا النسبه تاعهم هذا كامل فيما يخص ايكاليبتوس سواء اوراق او استعمال زيت نباتي او استعمال زيت اساسي ك يعني جميع طرق الاستعمال نتاعو بهذا يعني واكثر شيء المحاذير نتاعو يعني تتعلق بهذا الامر انه هذو اصحاب لكن ما عندوش اثار جانبيه اخرى ممكن يسببها الى كان هو الاثار هو امن الى حد ما يعني مذكور على انه هو امن الى حد ما يتخافش هو ديجا مدخلينه في الادويه صح الادويه رانا نحكوا باللي راهم مدخلينه بنسب معينه وفيها معايير وطبيب اللي يمدها عارف لمن يمدها وعارف لمن ما يتحملهاش ما يمدهالوش هذه في الطب اذا كنا حنايا الى حد ما هو امن هو ماهوش كيما هذوك الاعشاب اللي قاويه بزاف يعني كان ديريها مرتين في الاسبوع والله تجي لك مشاكل والله الى اخره الاعشاب عموما كثرتها دير مش دير كلي اي عشبه تكثري منها دير لك اعراض تسمم اول حاجه تطاكيها في جسم الانسان هي الكبده والكلى هذا اكثر متضررين من الاكثار من الاكثار يعني الجرعه اليوميه بصح هو الى حد ما هو كاي عشبه اخرى هو الى حد ما امن ما تخافوش منه انا يعني كخلاصه قولي نقدر نقولوا انه نبته الكاليبتوس هي نبته في العموم يعني امنه نقدروا نستعملوها في الاستعمال اليومي استعمال يعني دائم لكن بجرعات اللي وضحناها من خلال الفقره يقدر يسمع عده طرق يعني يا اما بالتبخير فهنا ما عندهاش فيش حدود يعني كيما تحب تستعملها تستعملها عادي ما فيها الأم في البيت يعني تحنا وافيت وتبخر النبته تاع الكاليبتوس كيما تحب تستعملها منقوع المنقوع يعني بنسب يعني مش كيما نديرو يعني نسبه كبيره تاع الاعشاب دير حوالي 5 إلى 7 ورقات في منقوع الماء وتخليها تطلق الفايده نتاعها ومن بعد تشربها من مره الى مرتين في اليوم فقط ومش كل يوم يعني ممكن مرتين الى 3 مرات في الاسبوع نحدوها هكذا تقدر كذلك تستعمل في عده حالات كزيت
يا اما اذا كان زيت مباشر لازم يخفف عن طريق الزيوت الحامله، زيت زيتون، زيت السمسم، زيت اللوز او الحلو. زيت اللوز الحلو باش ناكدو، او زيت دوار الشمس اللي هو اكثر زيوت متوفره. نقدر كذلك نستعملوا استخلاص لزيت الكاليبتوس عن طريق زيت عن طريق زيت زوار الشمس او الزيوت الحامله يعني الاكثر توفرا، ونخلوه مغطى في مكان معتدل الحراره مده حوالي 15 ل 20 يوم. ثم نقدروا نستعملوا عده استعمالات خارجيه. وهل ممكن ان نشرب الزيت نتاعو؟ الزيت ممنوع منع بات النشر حتى لو كان يكون مخفف ممنوع. ايوا باش ناكدوا. كاينه نقطه برك نخذوا خلي يحبوا يستخلصوه بطريقه سريعه. إيه في كشمه حاجه هكا يديروا فيها ماء تكون متعرضه لدرجه حراره فوالا يعني على حمام مريم درجه حراره شغل هافته بزاف معناتها، ويديروا فيه كشمه حاجه بلاره ولا اي حاجه حين يستخلصوا فيها ولا في القرعه نتاعو ولا يستخلصوا مع الزيت ويغطوها من الفوق ويخلوها حتى الماء يسخن مره على مره يطفو خاطر حتى الماء يكون على نار هاديه راه يلحق درجه ال 50 راه يلحق درجه ال 50 ويبدا يفوت يعني يخلوه حتى هو ناقص بمجرد ما يشوفوا الماء سخن مليح يعاودوا يطفوه يعاودوا هكذاك يخلوه واحد 24 ساعه. هنا ثاني راه طريقه استخلاص يعني نوعا ما سريعه فقط، لكن يعني الاكثر يعني ضمانا نظن ان اللي تكون بالوقت تكون افضل. ويعني كزيت ممنوع منعا باتا نشربه حتى لو كان يكون مخفف فقط. يعني الزيت المخفف هذا فقط للاستعمال الخارجي، استعمال خارجي فقط. وعنده عده فوائد اللي تتعلق اكيد من محاربه الفيروسات واكيد خاصه في فصل الشتاء نعرفوا اننا نسحقوا، بالاضافه وجدنا انه نقدر نستعمل عدة أمور أخرى، الصداع، الحساسية، عند مشاكل يعني بعض المشاكل في البشرة، الألام، بعض الألام كذلك نقدر نستعمله لأنه كمادة مستخلصة مستعملة صيدلانيا كثير. بالإضافة إلى منقوع نقدر نشربوه كما ذكرتي بالنسبة خاصة أمراض السكري أو أمراض الضغط الدم، لكن بنسبة تكون فعلا نسبة مدروسة. يعني نتمنى أننا أفدنا المستمعين الكرام من خلال هذه النبتة اللي هي نبتة متوفرة احنا في المكان يعني في المدينة عندنا ونستعملوها، لكن ما دابنا نزيدو نستفيدوا منها أكثر فأكثر. نتمنى دائما الصحة والعافية للجميع، ونتمنى أننا نفيدكم فعلا من خلال هذه الفقرة. نشكرك السيدة زينة على دائما الإضافة لك تضيفيها لنا لهذا البرنامج والمعلومات اللي تقدميها لنا. نتمنى لك كل التوفيق. ربي يحفظك. شكرا لك. نشكركم أنتم مستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. دائما نبقى نتواصل مع برامجنا.